وفي الحوار التونسي، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الحواري المتجدد على قناتكم قناة الكلمة الحرة. نستضيف اليوم الدكتورة أحلام بالحاج، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. مرحبا بك أحلام في قناة الحوار التونسي. مرحبا وشكرا على الاستضافة. طبعا اليوم 13 أوت 2012، ذكرى 56 ل 13 أوت 1956. شنو صار نهار 13 أوت 1956؟ والله بالنسبة للتونسيات وللتونسيين الكل، فات نهار 13 أوت 56 يوم تاريخي كبير، على خاطر وقتها مجلة أحوال شخصية بالمكتسبات اللي جابتها في الفترة هذيك 56 التالي، عام التالي راهو منع تعدد الزوجات. لليوم ما فماش حتى بلد عربي آخر فيه منع تعدد الزوجات، حق تحديد السن الأدنى للزواج، الحق في الطلاق، التقاضي للطلاق، الحق في التبني. دونك فما العديد من المكاسب الحقيقيه اللي جابتها مجله الاحوال الشخصيه، واللي احنا كنساء توانسه متمسكين بهم. باهي، احنا اليوم نحتفلوا بالذكرى هذه 56 سنه على صدور مجله الاحوال الشخصيه، ولكن في اطار اخر وفي سياق اخر وفي وضع سياسي جديد يخلينا المكاسب نتاع المراه هذوما وكانه نرجع الجدل عليهم، هل انهم معناها يناسبوا تونس، يناسبوا مجتمع ابوي فما يقول محافظ اللي نعيشوا فيه؟ يعني ما تراش اني بعد 56 سنه رجعنا اليوم باش نحكيو في حقيه المراه التونسيه بالمكاسب اللي كنت تعدت فيها واللي جابتها مجله الاحوال الشخصيه عام 56. هو في الحقيقة قبل ما نتعدى للوضع الحالي نحب نزيد نرجع شوية لمجال الأحوال الشخصية. أنا صحيح حكيت برشا على المكتسبات نتاعها واللي كما قلت في 56 ثورة، لكن احنا مثلا كجمعية تونسية للنساء الديمقراطيات في الأعوام الفارطة الكل، وإحنا تو عندنا أكثر من 20 سنة نناضلوا من أجل حقوق النساء ومن أجل الحريات والديمقراطية في تونس، اعتبرنا ديما أن مجال الأحوال الشخصية جابت العديد من المكتسبات واللي نقروا بها ونعملوا على المحافظة عليها، لكن ديما قلنا اني راهو مجلة الأحوال الشخصية حافظت زادة في بعض الجوانب نتاعها على تمييز ما بين النساء والرجال، واني ما فيهاش المساواة اللي احنا نطمحوا لها. ممكن النقطة اللي نحب نحكي فيها اكثر مثلا هي توزيع الادوار داخل العائلة. اليوم النساء في تونس الواقع المعاش نتاع النساء، خلينا من القانون ومن الفكر، الواقع المعاش نتاع النساء في تونس هي واقع تشاركي في الحياة الزوجية والحياة العائلية. النساء اليوم يعطيو برشا كسوسوا داخل العائلة، كيف تشوف انت الوقت اللي تعديه النساء مع الأطفال ولا داخل العائلة باش تقوم بالعائلة نتاعها، وإلا المساهمة المالية اللي والإنفاق اللي تقوم به النساء داخل العائلة، ولا معناتها مشاركة النساء معناتها في كافة المجالات اليوم اللي ما عادش تتماشى مع فكرة اني ما فماش اني فما حد رئيس وحد مرؤوس. معناتها بالنسبة لنا احنا الواقع المعاش فيه تقاسم أدوار بالكامل، واللي هذا لازم يتماشى مع القانون التونسي اللي لحد اليوم مجلة الأحوال الشخصية تقول ان رئاسة العائلة هي رئاسة الأب، واحنا ولا رئاسة الزوج، واحنا اللي طالبنا به هي رئاسة مشتركة. بالنسبة لنا احنا راي كيف نقولوا رئاسة مشتركة، راي مسألة هامة ياسر على مستوى حقوقي بصفة عامة. الرئاسة المشتركة معناتها تعطي للزوجين نفس الحقوق، لكن اكثر من ذلك بالنسبه لنا احنا كيف نقولوا رئاسه مشتركه معناتها ما فماش الصراع هذاك ما بين شكون يراس شكون وشكون يحكم في شكون. العكس، نحبوا العائله التونسيه مبنيه على الانسجام، وحتى صغير كيف يكبر في وسط عائله ويعرف اللي ام وابوه كيف كيف عندهم نفس الحقوق، عندهم نفس الواجبات، الزوز ينجموا يعوضوا بعضهم، ينجموا وقت اللي ما فماش البو الام تعوض، وقت اللي ما فماش الام البو يعوض. احنا اليوم ما عندناش الوضع هذا، يعني شنو صاير هو معناه واقعيا؟ معناه واقعيا هو اللي صاير، اما فما في بعض الاحيان الصغير يعرف مثلا يتربى اني الورقه الفلانيه مثلا يلزم ترخيص من عند ابوه والام ما تنجمش تقضيها. هذه مثلا ديجا دومبلي من اللي الواحد صغير، الطفل الصغير يعرف اني فما افضليه للرجل على المراه ولا الاب، واحنا هذايا ضده. ماذا بينا اني مجله الاحوال الشخصيه تكرس اللي موجود في المجتمع التونسي اللي هو تقاسم الادوار داخل العائله بشكل كبير. اذا كان ما نقولش اني مرات النساء تقوم بدور اكثر كبير اكبر برشا من الرجال كيف ما وراوه العديد من الدراسات. باهي، ما تراش اللي فتح المجال لتطوير او لتحوير مجله الاحوال الشخصيه باش يكون كما حصان ترويده، معناها اون فوا
تحلت مجلة الأحوال الشخصية سي معناها مش يبدلوا فيها برشا حاجات. لا لا موافقتك احنا حاليا في الوضع الراهن اللي نظامنا مش من أجل المس بمجلة الأحوال الشخصية في الظرف الحالي. بالنسبة العام هذايا احنا عندنا مهمة كبيرة في البلاد متاعنا هي تحضير صياغة دستور. دستور اللي جسد كيف أهداف الثورة اللي قامت من أجلها ثورتنا في 14 جانفي اللي هي الحرية اللي هي الديمقراطية اللي هي المساواة اللي هي العدالة الاجتماعية. نحب الدستور يكرس هذا الكل، والدستور هذا لازم يكرس باب المساواة، المساواة ما بين المواطنات وما بين المواطنين. إن الدستور لازم يكرس عدم التمييز ما بين كافة أفراد المجتمع، ما بين ما بينهم ما بين التمييز على حسب الجنس. إن الدستور لازم يجسد إن احترام الحرمة الجسدية. إذن هو ضد كل ما هو عنف، وبخاصة العنف الخصوصي باعتبار تفشيه في المجتمع، العنف الخصوصي ضد النساء. هذه هي مطالبنا حاليا، انتظاراتنا كبيرة. كانت باهي خلينا في الدستور والجدل اللي قاعد يصير في لجنة الحقوق والحريات في علاقة يعني حرية المرأة وضعيتها مش في العائلة فقط، في المجتمع بصفة عامة. يعني صارت ضجة كبيرة على الكلمة متاع مكمل، معنى اخي المرأة مكمل. كيفاش قريتوها هذه انتم في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية؟ والله احنا ما قبلناهاش تماما، معناتها ساعة بالنسبة لنا احنا الفقر هذه الفصل 28 في زوج جوانب نحب نقول عليهم. الجانب الاولاني ان تحديد دور المرأة باعتبارها شريك ولا باعتبارها مكمل، هذا راهو تنقيس من مواطنتها. معناتها المرأة لا تعرف بكونها كائن كامل الحقوق والواجبات، بكونها مواطنة كاملة. هي تعرف بعلاقتها بشخص آخر، وهذا يضرب دجا مبدأ أساسي في الدستور لازم يضمنه الدستور، اللي هو مبدأ المواطنة لكل أفراد المجتمع، نساء ورجال وطفال وكبار وصغار ومختلف الانتماءات لكلها. الدستور التونسي راهو يلزم يضمن حقوق كل مواطن، يلزم يعترف بهذايا بصفة واضحة. احنا نعتقد اني في هذا فما ضرب من مسألة هذه، هذا حاجة. الحاجة الثانية، النقطة الثانية حبيت نقول عليها، ان هو ينجم يكون مدخل للعديد من التراجعات، وهنا نربطوا مع مجلة الأحوال الشخصية والمكاسب اللي جت في مجلة الأحوال الشخصية. ينجم هذايا باسم التكامل غدوة برشا حاجات نجم تصير. يعني هنا باسم التكامل او غيره نقولوا اللي معروف اللي الجمعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يعني معروف نضالها سنوات من اجل المساواة التامة والفعلية والكاملة والفعلية بين المرأة والرجل، في حين شفنا معناها نائبات من المجلس التأسيسي نساء يقولوا راهم فماش هذه مساواة كاملة، معناها كلام فارغ، لا ما فنجموش نحكيه على مساواة كاملة، ودافعوا معناها على النظرة الجديدة اللي تحب تسوقها بالأساس حركة النهضة لصورة وضعية المرأة في تونس، في حين نساء معناها كيفكم زادة، ولكنهم يقولوا لا ما فماش مساواة، هذا حكاية مش متاعنا. معناها هو في الحقيقة نساء ورجال نتاع النهضة اللي شفنا، احنا شفنا نساء في الصف الأول معنا في سفري اللي ستخوف اللي رئيس اللجنة هذه هي رئيسها مش رئيس اللجنة، وهي اللي دافعت الأكثر وكانت أكثر ميدياتيزي. لكن شفنا العديد من قيادات النهضة دافع على مبدأ التكامل، وهو في الحقيقة اليوم فما هكا محاولة للكونفوجيون اللي معمولة بصفة الخلط واضح ما بين المساواة والتكامل، راهم سون دو نوسيون مختلفين. احنا بالنسبة لنا احنا كيف نقولوا كلمة مساواة يعني تحفظ حقوق كل شخص بصفة متساوية، كيف تقول التكامل كل واحد معناتها كلمة التكامل بعد راهي باش بالخاص كي تنطلق من واقع تمييزي راهي باش تزيد تعطي تمييز اكثر، باش تزيد تعمق هو في التمييز، خاطر الواقع الحالي هو واقع تمييزي. كما قلت لك قبليك كنا نحكيوا قبليك على مظاهر التمييز مثلا في مجال الاحوال الشخصيه، هو رقم تقدم المجتمع التونسي مازال عندنا قوانين تمييزي، وكيف تنطلق من واقع تمييزي وتحكي على شراكه شريك ولا تحكي على تكامل راهو باش تعمق الواحد. مثلا نعطي ان اكزامبل باش يكون الناس اوضح، باسم التكامل مثلا شي نجم يصير التكامل، مثلا اني باسم التكامل الراجل يخدم البرا والمراه تخدم في الدار، هكاك متكاملي يتكامل الدور نتاعها، ينجم يضرب حق الشغل للنساء ويكون مدخل لتراجعات كبيره في حقوق النساء، واحنا على هذاك ما نقبلوش تماما المبدا هذا. وهو اون بلوس من ناحيه اخرى من ناحيه قانونيه اش معناتها التكامل؟ شو معناتها تكامل؟ سي با ان تيرم جوريديك، ما هوش لفظ قانوني، هذا ايديولوجي. هذا ايديولوجي. احنا اليوم في الدستور ماناش باش نحطوا حاجه اللي قابله على التاويلات الكل، واللي تاويلها من نجم يكون كان سلبي بالنسبه لنا احنا. باهي خلينا نرجعوا للسؤال نتاع يعني
مجلة الأحوال الشخصية اعتبروها كما قلت كانت ثورية في معناها 56 سنة التالي مكسب معناها تاريخي في الوقت ذاك. لكن إذا كان اليوم بعد 56 سنة نرجع نفتح نفس الجدل حول أنه فما اللي يقول لك اليوم معناها كان معناها تعاود تطرحها مجلة الأحوال الشخصية ما تعداش، معناها كان استفتاو الشعب في مجلة الأحوال الشخصية بما هي عليه اليوم ما تعداش، معناها كيفاش تعلقوا على عودة الجدل للنقطة صفر معناها في حقوق المرأة؟ هو سيفري اللي احنا معناتها كانت صدمة شوية، معناتها اني فما حاجات اللي اعتبرنا ان تخطيناهم عنا 56 سنة وما تخيلناش ان باش نرجعوا نناقشوا في هذاك، لكن كنا من بكري نعرفوا اني فما اصوات في المجتمع تنادي بالتراجع في اخي عام 85. الشيخ رشد الغنوشي دعا الاستفتاء الاستفتاء حول مجلة الأحوال الشخصية. طبعا كيف دعا الاستفتاء حول مجلة الأحوال الشخصية ما دعاش استفتاء لتطويرها، دعا استفتاء للتراجع في بعض بنودها. احنا اما احنا مع تطور الحركة ووعودها الانتخابات اللي باحترام مكاسب النساء التونسيات اعتقدنا اني في الدستور الحالي باش يقع احترام الوعود هذيك، لكن ما رعنا ان الفصل هذا ما هوش ما يحترمش في قراءتنا احنا ما وعدت به حركة النهضة من احترام للحقوق النساء في تونس. دونك باش نرجع للسؤال متاعك، انتظاراتنا طبعا بالخص كيف تشوف النساء في تونس المرحلة اللي وصلت لها مشاركتها في الثورة التونسية كانت في الصفوف الأمامية في كل شيء، ودونك انتظاراتنا كانت اني تكريم النساء تونس على ما ساهموا به وما بالاعتراف بمواطنتهم الكاملة بحقوقهم الكاملة بعدم التمييز. لكن ما رعنا اليوم اني افكتيفمون رجعنا نناقشوا في حاجات، لكن ما نوافقكش في حاجه كيف تقول انت كان نمشيو للمجتمع التونسي تو نلقاوه يحب يتراجع فيه. لا، فما جزء من المجتمع التونسي، فما جزء ومانيش متاكده، انا شفت دراسه تقول 76% من المجتمع التونسي متمسك بالواحد دونك متمسك بالمجلة الاحوال الشخصيه وما يحبش حتى تراجع فيها، وبالنسبه ليه مكسب وطني. دونك هذايا زاد القول انه المجتمع التونسي يحب يتراجع، لا فما جزء من المجتمع التونسي. وانا اليوم كيف نشوف ردة الفعل نتاع المجتمع التونسي نتاع مكونات المجتمع التونسي نعتز بالمجتمع التونسي هذا اللي كان تحرك بالكدا، مش المواطنات والمواطنين، الجمعيات، المجتمع المدني، النقابات، الاحزاب السياسيه. اليوم فما حتى داخل الترويكا فما تباين من الناس هذه، هذا الكل اليوم يدل اني فما شق كبير داخل المجتمع التونسي مع الحقوق هذه. دونك ما نحاولوش زادا مرات نسمع برشا مرات ان المجتمع التونسي وكانه ماشي مع المساله هذه، خط احمر انا نعتقد. واني اليوم المجتمع التونسي داير على هذاك، احنا اليوم باش نتظاهروا اليوم العشيه وان شاء الله نكونوا برشا باش نوريو اللي راهو راي المجتمع التونسي بالنسبه لنا. وحتى كان العدد الموجود هو يعبر حتى على طيب. على العديد من الاشخاص اللي ما اللي نجموا يكونوا حاضرين ولا ما همش حاضرين. باهي يقولوا اللي راهو جزء، ما معناها ماناش نقصدوا يعني المجموعه اللي عندها نظرة أو قراءة مستلهمة من الدين أو عندها يعني نظرة دينية معينة لحقوق المرأة، وأنا ما نحكيه على المواطن التاكسيست اللي تطلع معاه، الراجل اللي تلقاه في حي شعبي، يعني يقول لك يا أخويا احنا 23 سنة في وقت بن علي نسمعه كان في حقوق المرأة، مكاسب المرأة، الدفاع عن المرأة، المرأة معناها ما تتمسش، وهذا يقترن بنظام ديكتاتوري ضرب الحريات، يعني جاب الفقر وجاب المحسوبية والرشوة والبطالة. هل ما تراوش اللي معناها تأثر معناها استعمال نظام بن علي لقضية المرأة ووضعية المرأة في تونس لتلميع صورته ولتبييض وجه النظام أثر سلبا على العقلية متاع التونسي في تعامله وتفاعله مع حقوق المرأة؟ والله بالحق هي احنا مثلا احنا كجمعية تونسية نساء ديمقراطية قاسينا ياسر من استعمالية حقوق النساء في تونس في إطار ديكتاتورية، وكانت ديما وقت اللي نقولوا نضربوا نحاولوا نقولوا راهو مش صحيح ساعة دون بار، مش صحيح اني حقوق المرأة كيف ما يحكي عليها النظام ما فماش مساواة، واني حتى كيف تظل عندك حق بالنظام الفاسد ما تنجمش تاخذه في العديد من الأحيان، واني كنا ناضلوا ضد الديكتاتورية نتاع وديك مسألة أخرى. وهذه الاستعمالية هذه خليت اليوم بالأخص أول الثورة بعد فما يون كونفوزيون، معناتها كاين حقوق المرأة تفكر بليلى بن علي، راهو ما عندهاش حتى علاقة بليلى بن علي، العكس، معناتها ليلى بن علي كانت مثال نتاع فساد جهاز السلطة، لكن حقوق النساء، حقوق النساء أنا نربطها أكثر بواقع النساء التونسيات. اليوم وشوفوا النساء في تونس، شوفوا العائلات في مستوى العائلات، في مستوى الخدمة، في مستوى شوف النساء في تونس شنو هي دورها
في النمو في الاقتصاد، شنو دورها داخل العائلة في مراكمة الثروات في اليوم النساء تقوم بدور كبير ياسر. طيب باهي خلينا نجيو للنقطه هذيا، هي انه يعني النساء هذوما اللي حكيت عليهم، النساء اللي يخدموا في المعامل، النساء اللي يخدموا في يعني في قطاع المجال الفلاحي، ويعني باجور معناها ياسر طايحه، فهمتني، ما تصلش حتى للسميق. قول لك انا اليوم مش يهمني تحكي لي على الحريات، وانا اعطيني معناها ساعه حقوقي الاقتصاديه قبل ما تجي تحكي لي على الحريات ووضعي في الدستور. كيفاش تعاملوا معنا؟ والله كله مربوط ببعضه، والحقوق راهي جزء لا يتجزا، واحنا كيف ما نهتموا بالحقوق في القانونيه، لكن مهتمين زاد بالحياه اليوميه، كيف نقولوا العداله الاجتماعيه، راهو نحكيوا على النساء هذوم والرجال اللي يعيشوا وضعيات صعيبه، والثوره من اهم اهدافها بالنسبه لي هي هالحقوق الاقتصاديه والاجتماعي. واحنا بالنسبة للنساء فما ظاهرة كبيرة هي تأنيث الفقر. النساء راهم أفقر ناس في المجتمع، أفقر ناس في المجتمع، تلقى عائلة فقيرة لكن تلقى المرأة أفقر، أفقر لا تملك ولا عندها ثروة، وفما برشا نساء ما تخدمش، ما عندهمش فلوس، وحتى كيف تخدم تخدم أكثر في القطاع الهامشي، وحتى كيف تخدم ما عندهاش الحماية الكافية، وحتى كيف تخدم ما عندهاش نفس السالير مرات مثلا في العمل الفلاحي، نعرفوا النساء يخدموا أكثر لكن يخلصوا أقل، حتى في الوظيفة العمومية فرص الارتقاء المهني ديما تقول أقل بالنسبة للنساء، كذول عندك نفس الدبلوم عندك أقل حظ كيف تظل المرأة باش تخدم من انك راجل. هذايا واقع معاش، واحنا هذايا الكل نحبوا ان يقع الاهتمام به زادا. المرأة اللي تخدم في الديار اليوم اللي هي شريحة كبيرة من المجتمع التونسي، احنا كجمعية مازلنا كي حكينا على المسألة هذه، شريحة كبيرة اليوم من المجتمع التونسي، فما برشا نساء تخدم معينات منزليات واللي هما تسدي العديد من الخدمات للعائلات التونسية الأخرى. كيف تجي ظروف الخدمة نتاعهم تلقاها لا حماية قانونية، لا حماية اجتماعية، ما فماش أجر أدنى، ما فماش إمكانية أن يكون عندهم الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحق في العلاج بصفة معناتها إجبارية، مفماش ساعات تحديد ساعات العمل. دونك هذا الكل بالحق مربوط ببعض، وبالنسبة لنا احنا راهي الحقوق ما تتجزأش. إذا كان أنا ما عنديش حق باش نتكلم بحرية، ما نجمش نخدم بصفة واحدة. إذا كان داخل العائلة أنا إنسانة ناقصة، ما نجمش نكون مواطنة كاملة، معناتها هذه فلسفة كاملة. ما نجمش راهو اللي يصير في الحقل الخاص واللي يصير في الحقل العام واللي يصير في الحقل نتاع الشغل واللي يصير كله مرتبط ببعضه. أنا شخص كامل، مانيش هنا أنقص وهنا كاملة. الجمعية مركزة في نشاطاتها على الجوانب هذه، على تأنيث الفقر، على الحقوق الاقتصادية، هو جانب كبير. احنا مثلا احنا مازلنا كيف عملنا مرصد مرصد من أجل تساوي الفرص ومن أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن احنا مدة طويلة راهو سنين كاملة نخدمه، وهذا ممكن جزء ما يعرفوش برشا الناس ويتخيلوا انك خدمنا كان على المسائل القانونية، لا خدمنا برشا النضالات النسائية اللي خاضتها النساء في تونس واللي لعبت دور كبير في إبراز مدى وحشية النظام اللي كان قبل. كنا ما في خضم النضال هذاك، وكنا وسندنا العديد من التحركات، كان عنا ارتباط كبير بالنساء العاملات اللي عملوا جريفات، ولا النساء الحوض المنجمي كيف تحرك، ولا النساء النقابيات كيف، واحنا فينا العديد منا معناتها نقابيات زادة. دونك مناش غريبات على النضال هذايا، بل بالعكس ديما كنا وخدمنا برشا على القوانين المنظمة للشغل مثلا. الوقت اللي صار القانون نتاع ثلث الوقت، نصف الوقت ثلثي الأجر، ما انت فاهم، كل ما يهم شغل النساء وكل ما يهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لنا احنا مسألة أساسية. باهي خلي النضال هذا ظهر لي يعني قبل الثورة، ما كانش نهار 13 أوت يوم يعني احتفالي كبير تشارك فيه بالدرجة هذية أحزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني التقليدية اللي نعرفوها. نعرفوا اللي كان فما نهار 8 مارس اليوم العالمي للنساء، شوفوا الجمعية معناها تحضر تظاهرات وكذا، وباقي الأحزاب وباقي جمعيات المجتمع المدني، لكن 13 أوت ما كانش ياخو نفس الصبغة أو نفس يعني التركيز الإعلامي اللي خذاه السناء أو اللي خذاه منذ صعود النهضة. ذاك علاش فما بعض التفاسير تقول لك معناها كان ما جاتش النهضة في الحكم راه ما صارش هذا الكل، وإنما جوست خاطر هيك النهضة يلزمنا نقلقوها وندرعوا لها خواطرها هكا شوية، نستغلوا سوى 13 أوت سوى يعني أي عيد وطني نحاولوا باش نركزوا ونجعلوه معناها حدث سياسي لتقليق شوية الناس اللي في الحكم. مش صحيحة معناتها بصفة عامة،
مش صحيح، مش صحيح على زوز أوجه. مش صحيح على خاطرنا احنا كمجتمع مدني وكجمعيات نسوية بالأخص، كنا ديما 13 أوت كان عندنا فيها وقفة. مثلا في ذكرى الخمسين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، كمجتمع مدني مستقل وقتها ما فماش برشا جمعيات مستقلة، ونتي أبين أقل من صوابع اليدين، ونتي أما خمسة ولا ستة جمعيات في الذكرى الخمسين مثلا عملنا كراس كامل شنية المكاسب وشنية النواقص متاع مجلة الأحوال الشخصية وشنو الحاجات اللي نطلبوها باش نجمو نحسنوا مجلة الأحوال الشخصية. هذايا عنده ست سنين التالية وكان تحرك كبير، لكن بالفعل ما كانتش الأحزاب السياسية الكل تتحرك بنفس الزخم نتاع سنة. سنة حالة خاصة، سنة حالة خاصة علينا أساس، سنة حالة خاصة على خاطر بلادنا تعيش حالة خاصة زادة، وعلى خاطر التهديدات واصبحت ملموسة. كان قبل الكلام هاو فما فلان يقول علاش لا تعدد الزوجات، هاو الآخر يقول علاش لا الزواج العرفي، هاو الآخر يقول كل واحد شي يقول، لكن بصفة رسمية كان فما بلوز موا القول أني مكاسب النساء الناس الكل باش تحترمها. هي على الأقل كيف تشوف البرامج السياسية نتاع الناس اللي تحكم اليوم تلقى اني فما مبدا الاحترام نتاع مكاسب المراه التونسيه. اليوم احنا اللي نقولوا الفصل هذا 28 ما يتمشيش مع الوعود هذه، ما يتمشيش مع المكاسب، وينجم يخلق فتحه لمس المكاسب هذه. وعلى هذاك المجتمع يتجند وستري بيان. احنا كجمعيه نسويه كجمعيه تونسيه نساء ديمقراطيات نعتقد اني سنا ستري بيان اني الاطراف المؤثره في المجتمع الكل حاست نفسها معنيه، نقابات جمعيات احزاب ناس الكل، خاطر هذا تصور مجتمعي ماشيين له. انا مجتمع نحب نبنيه مجتمع مبني على المساواه، ولا مجتمع باش يزيد يخلق الاحتدام والواحد ما بين الاجناس وما بين المواطنين والمواطنات وما بين الاطياف الاجتماعيه الكل. دونك هذايا اليوم لحظه تاريخيه يلزم الناس كل تتكلم اسي بيان ان يكون هذايا في حجم التحدي هذا. باه يعطيك الصحة أحلام، شرفنا اليوم بحضورك. خلينا نمنح لك كلمة الختام، شنو تحب تقول للنساء مش نساء بركة اللي تفرجوا فينا، المواطنين اللي تفرجوا فينا اليوم، وزاد للسياسيين ومن هم في الحكم في شكل كلمة ختام؟ والله شنو نحب نقول، نحب نتوجه للمواطنات والمواطنين الكل، معناتها راهو كيف نحكيوا على المساواة سيفري كما قلت انت مرات كاني تفكر بحاجات اللي تقلق المواطن، لا راهو المساواة اللي نحب نقولها انا راهي حاجة نحب نبسطها اكثر، راهي لفائدة النساء والرجال، راهي مش فائدة النساء مش تقوي النساء على الرجال، لا بالعكس ممكن تخلق اكثر انسجام في المجتمع التونسي، وهي تتماشى اكثر مع واقع المجتمع التونسي، راهي باش تفيد النساء باش تفيد الرجال راهي باش تفيد الاطفال باش تفيد الناس الكل، باش نجمو نقدموا اكثر ونجمو نبنيوا نمط مجتمعي قائم على التفاهم والتحابب، مش قائم على الصراع شكون يحكم في شكون وشكون اعلى من شكون. طيب نشكرك مرة أخرى دكتورة أحلام بالحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على حضورك معنا اليوم، يعني ونحن نحتفل بالذكرى 56 لصدور مجلة الأحوال الشخصية تقترن مع عيد المرأة. كل عام وانتم حيين بخير نساء بلادي، نلتقي غدا في موعد حوار قادم، إلى اللقاء. شكرا لك أحلام. شكرا.